السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدي مطبخ لايف، أهلا بيكم في يوم جديد ويوم سعيد عليكم وعلينا بإذن الله. النهاردة حلقتنا في مطبخ لايف هتقدم كده حاجات يعني مختلفة شوية، جديدة شوية، زي ما احنا عودناكم دايما إن احنا بنحاول نعمل كل جديد. هي نفس الفراخ وهي نفس البطاطس، بس الفكرة في التقديم والفكرة في التشكيل والفكرة في التصنيع بتاعها، إن أنا أغير شكلها. مش لازم أقدم الفرخة كفرخة، مش لازم أقدم البطاطس إن هي بطاطس، لا، ممكن نعمل شوية ألعاب كده ونقلب الموازين كلها ونغير أكلاتنا علشان التجديد وعشان ما نملش. المنيو بتاعنا النهاردة اللي هعرفكم عليه هنعمل ريش كداب. معلش بقى اعذروني، برضو هنكدب النهاردة، بس هي مش هنكدب على حد، احنا هنقول لهم يعني احنا هنعمل ريش كدابة بدبابيس الدجاج، خلاص. وهنشوف فكرة التقطيع والخلي بتاعها هتبقى عاملة ازاي، وكمان هنعمل البطاطس الجراتان بالبرميزان. ما عندكيش برميزان هنقول البديل بتاعها، بس هي بتتعمل كده. برضو هنشوف البطاطس هتتقطع ازاي وهتتعمل ازاي وهنقدمها ازاي، هو ده اللي هنعرفه النهاردة مع المنيو بتاعنا اللي احنا قلناه، الريش الكدابة المشوية، قلنا بدبابيس الدجاج، والبطاطس الجراتان بالبرميزان. خلاص كده هتنزلوا لنا بمقادير ولا انا هقول؟ اوكي يا فندم، اوكي يا فندم، عايزين تسمعوا صوتي، هسمعكم صوتي. مرحله سماع الاصوات. طيب احنا هنسجل او هنكتب ورايا كده على طول علشان نقول مع بعض احنا هنعمل ايه. وانا حابه ابتدي بالبطاطس علشان هنعملها وهندخلها الفرن ومش هتاخد مننا وقت، ونقعد بقى نلعب براحتنا ونخلي في الفراخ ونشوف احنا هنقدمها ازاي وهنعمل فيها ايه. هنعمل البطاطس بقى، هنقول مقادير البطاطس. عايزين كيلو بطاطس شرائح زي ما انتم شايفين كده، اللي هي بالسوم كده زي الشيبسي بالظبط او اتخن شويه من الشيبسي، خلاص. وعايزه 3 فص ثوم، ادي الثوم معانا. وعايزه معلقه كبيره، 3 معلقه كبيره زبده، 2 معلقه كبيره جبنه برميزان، جبنه رومي قديمه، اي نوع جبنه قديم بس عشان تدي تيست شويه وبيبقى فيها ملوحه. عايزه 2 معلقه زعتر فريش، ده الزعتر الفريش معانا، ما عندكيش ممكن تحطي مجفف بس الفريش برضه هيدي تيست حلو، وملح وفلفل. مفيش ابسط من كده ولا اسهل من كده، بس هنشوف الفكره والطريقه فين والموضوع كله هيبقى فين. تعالوا نجهز الصينيه بتاعتنا عشان تعرفوا الفكره، برضه احاول اديكم كده شويه افكار. دي صينيه الصينيه بتاعتنا. انا عايزه اصفي دلوقتي البطاطس كده، انتوا عارفين طبعا احنا لازم نحط البطاطس في مية علشان ما تسودش، هي بتتأكسد طبعا من الجو. طيب هعمل ايه كمان؟ هسيح الزبدة علشان تختلط مع الحاجات بتاعتي دي كده، مش هقدعها يعني، انا عايزاها بس تتفكك كده من بعضها عشان هي هتخش تكمل في الفرن، لان احنا هنعملها في الفرن. احنا قلنا جراتان يعني الفرن. عايزاكم بقى تحفظوا معايا شويه المصطلحات دي عشان ما اقعدش اشرح كتير ونعرف بقى احنا ايه. خلاص يعني تمام، تعالوا نجيب ايه، الثوم. انا حابه اجيب بوله احط واخلط فيها الاول وبعدين ننزل على البطاطس. البطاطس جبناها وقطعناها شرايح زي ما بقول لكم كده، خلاص. وادي الثوم نفرمه فريش. في فرق بين ان انا اقطع الثوم او من بدري او اعمله فريش، او زي الفلفل الاسمر بالظبط، كل حاجه بيبقى فيها زيوت عطريه، فلما بتقعد فتره طويله خلاص بتروح الريحه بتاعتها. فلما بفرم الثوم في ساعتها باخد الفايده بتاعته كلها، ولما بفرم كمان الفلفل الاسمر يبقى مجروش طازه برضو باخد الفايده بتاعته. خلاص كده ممكن تحطي بودره ثوم برضو تعززي بيها. خلاص كده الزبده فكت معايا، هنزل بيها هنا كده على الثوم. خلاص كده، والملح والفلفل على قد بقى كمية البطاطس اللي عندك. وادي الفلفل، وادي الجبنة كده، كأننا بنتبل البطاطس بالظبط. واجيب الزعتر الفريش. زي ما قلت لك برضو الحاجة الفريش بتختلف عن الحاجة المجففة، بس في نفس الوقت ساعات في حاجات ريحتها بتتعزز أكتر لما بنجففها، يعني بتتركز أكتر.
بس بنبقى محتاجين الفريش في حاجات والمجفف برضو في حاجات. طب ليه بنجففه؟ عندي كمية زيادة فعشان احفظها طبعا، عشان ما تبص مني فبضطر ان انا اجففها، مش هتقول لأ يعني. وساعات كمان في المواسم ما بيبقاش كل طول الوقت يعني بتبقى الحاجة دي موجودة كده. ريحة الزعتر حلوة قوي. عايز تعمليها بقى تغيري في التيست بتاعها، تحطي روزماري، تحطي شبت، براحتك خالص. انا اخترت الزعتر النهاردة، هي دي الطريقة الستاندر بتاعتها يعني. خدوا بالكوا الزعتر بيبقى نفاذ برضو، هو والروزماري كده. ما بسيبهاش بقى تتبل ولا اي حاجة، انا بس بعمل على طول كده. وهتشوفوا بقى احنا خلاص، انا هكتفي بده. ممكن دول نبقى نحتاجهم كده، ايه نحطهم معانا خلاص. تعالوا كده، ادي الخلطة بتاعتنا كده. حابة احط بس معلقتين زيت كده يفككوا الحاجة معايا، عشان احنا عارفين الزبدة بتقفش على طول كده، والزيت بيدي قرمشة. الزبدة هتدي طراوة والزيت هيدينا قرمشة للبطاطس. طبعا كمية الدهون بالنسبة لكمية البطاطس دي مش كتير. خلاص بصوا بقى كده الريحة، مش عايزة اقول لكم من دلوقتي فظيعة. الثوم مع الزعتر مع الزبدة اهو، وهننزل كده كأني بتبل البطاطس بالظبط زي اي حاجة حشويها يعني. تعالوا بقى، عايزة ايه البس جلافزات علشان احنا هنعمل ايه، هنقلب كده ونبتدي نرص في الطاجن بتاعنا او في الصينية بتاعتنا. الفرشة كمان عشان برضو ايه ندي القالب كده دهنة بسيطة، عشان هنحط من غير اي حاجة، عشان عايزة البطاطس تتحمر كويس وتاخد لون كويس. القوالب طبعا زي ما انتم شايفين الفتحة افضل كتير من القوالب الغامقة. الغامق بياخد حرارة بسرعة، فبالتالي ممكن يحرق لي الحاجة بسرعة وما تلحقش تستوي. فبنضطر هنا مثلا نستخدم قوالب سيليكون، او نستخدم القوالب اللي هي بتاعة الكب كيك الورق، عشان نمنع شويه. لكن انا عايزه هنا تلتصق، لو احتاجنا نكمل هنا هنكمل. بصوا بقى هعمل ايه كده، تغيير الفكره. هي نفس البطاطس ونفس المكونات، بدل ما اعملها بوريه، بدل ما اعملها مكعبات، عملناها زي ما انتم شايفين كده. ما بحطش اي حاجه في الميه، هي ميه بس، عشان انا عايزاها تاخد التتبيله اللي انا هحطها عليها. احاول افكك كده البطاطس عشان كل طبقات الزبده والتتبيله اللي انا حطها تبقى فيها اهو كده. والجبنه طبعا متخيلين بقى هتبقى عامله ازاي. يلا هنعملها وهنطلعها مع بعض. بتاخد في الفرن قد ايه؟ لحد ما انت تلاقيها يعني نص ساعه بالكتير قوي، لان هي البطاطس متقطعه رقيق جدا، فهتستوي معايا مع الزبده وهيبان، وهنعرف ازاي درجه التسويه بتاعتها. وهتبقى حلوه قوي طبق جانبي بقى ان احنا نقدمه مع الفراخ بتاعتنا. ان احنا مثلا بلاش رز او مكرونه او مش عايزين عيش، فهنعمل طريقه البطاطس بالمنظر ده كده ونقدمها معاه، يبقى طبق برضو جانبي جنب الفراخ بتاعتنا او الريش الكدابه بقى، بلاش نقول فراخ. طيب هنعمل ايه بقى؟ بصوا كده هناخد بقى ايه، هنحاول مش مجموعه مرتبه يعني، باخدهم كده على قد كده واحط هنا كده. طيب كفايه كده اهو، على قد البوله بتاعه الكب كيك بتاعتي اهو، بجمعهم كده اهو. لما بنسيبها كمان ممكن نسيبها شويه في التتبيله دي، البطاطس هتنزل كده على بعضها، فاهمين؟ هي كده عشان كانت في الميه والجو ساقعه، فواخده كده اهو. ونرصها. ممكن الولاد في المرحله دي زي ما انا بقول لكم بقى يخشوا معانا المطبخ ويساعدونا، يخشوا يعملوا معانا الفكره دي. كل حكايه ان هو هينرص كده اه.
هي بطاطس بس الفكرة مختلفة. أهو بجمع كده. ممكن تقطعي البطاطس لان هنا كبيره شويه على الدايره بتاعه الكب كيك، تقطعيها على قد على قد الصينيه عندك. عايزين فاصل؟ اوكي، على بال ما انا ارص مفيش مشكله. هنرصهم وهدخلهم الفرن. خلاص مفيش اي حاجه، على بال ما نطلع فاصل صغنون وترجع لنا على طول. عملنا البطاطس مع بعض وخلاص دخلناها الفرن. انت تعملي ايه؟ البطاطس تحاولي تبقى قد مقاس البوله بتاعه صينيه الكب كيك بتاعتي، او ان انت تطلعيها شويه من الميه وهتسيبيها هي هتدبل. احنا الجو ساقعه والميه، فالبطاطس دي كانت تبقى حلوه قوي في التحمير، هتطلع شبه البطاطس اللي انتوا عارفينها دي كده، وتاخد شكل حلو قوي في الزيت يعني، ويبقى شكلها حلو. بس احنا عملناها كده النهارده وان شاء الله هتعجبكم، خفيفه بسيطه جديده مختلفه، وهو ده اللي احنا عايزينه دايما على سفرتنا. وفايدتها زي ما احنا عارفين ان البطاطس اصلا القيمه الغذائيه بتاعتها كويسه، وفي نفس الوقت اقل من النشويات التانيه اللي هي المكرونه والرز. خلاص، لان هي حاجه طبيعيه، مش يعني مش مركبه زي المكرونه، ان احنا دقيق وبعدين عملناه وعجنا وحاجات كده، فبتبقى سعراتها الحراريه اقل وبتشبع كمان اطول وقت ممكن. تعالوا بقى نخش في الوصفه الثانيه بتاعتنا ونشوف هنعملها برضو ازاي، اللي هي الريش الكدابه. واعذروني بقى في الكدب النهارده، اللي هي دبابيس الدجاج، وهنشوف احنا كمان هنخليها ازاي وهنقطعها ازاي. اقول لكم على المقادير وبعدين نخش على الوصفه بتاعتنا على طول. عايزه كيلو دبابيس او زي الكميه اللي انت عايزاها. عايزه بصلايه وطماطمايه، خلاص، واتنين ليمون او عصير ليمون علشان التتبيله يعني، وعايزه ربع كوبايه زيت زيتون، حلوه قوي في المشويات، وعايزه فصين ثوم، معانا فصين الثوم، وعايزه معلقه كبيره صويا صوص، ومعلقه عسل اسود بدل دبس الرمان، مش شرط كل مره دبس الرمان، هنعملها النهارده بالعسل الاسود. وادي زيت الزيتون اللي هو بيطري معايا اي حاجه لحوم انا بعملها، زيت الزيتون مش بيخليها تنشف، بيخلي الحاجه تبقى جوسي وطريه كده زي الزبده بالظبط. خلاص، احنا مش هنحتاج في الوصفه النهارده لبن ولا زبادي في التتبيله، لان انا عايزه الفراخ بتاعتي تبقى قفشه كده، عارفين، تبقى زي اللحمه. مش احنا بنحط اصلا اللبن والزبادي علشان الحاجه تطرى، بيعمل ده عامل مطري للحوم عندي، انا مش عايزه اطريها، انا عايزاها تبقى زي قطعه اللحمه، تمام، فتقبل التسويه والحاجات اللي انا هعملها فيها، الضرب بقى والتقطيع اللي انا هعمله دلوقتي، فانا مش هستخدم اي مطريات خالص. خلاص كده، دي اول حاجه معانا النهارده. تعالوا بقى، عايزه ايه؟ اجيب السكينه فين؟ ادي السكينه بتاعت الخل. هنحتاج الهاند بلندر علشان نضرب بيه البصل وناخد الميه بتاعتهم، تمام. نجيب بقى ايه، جلافزات، ونجيب القطاعه. طيب برضو الجلافزات دي، تمام، ماشي. انا خليت طبعا حبه كده علشان وقتكم، وسبت اتنين الهاند بلندر بس، وسبت اتنين علشان اوريهولكم بيتعملوا ازاي. تعالوا كده، شايفين، ادي الدبابيس بتاعتي اهي. خلاص، اي حجم عندك انت خليها، قطعي الفراخ زي ما احنا ما بننسق كده. هاجي اهو على الفراخ بتاعتي، هعمل ايه؟ هروح فتحاها كده، عامله كده علشان افصل خالص، انا عايزه اللحم يفصل خالص من هنا عن تحت كده اهو. خلاص، وهاجي، شايفين، ده الوش بتاعه وده الظهر، ده اللي بيبقى جوه وده اللي بره. خلاص، ده اللي بره وده اللي بيبقى جوه، تمام كده، بتبقى الفرخه كده. فهاجي من عند اللي جوه ده، خلاص كده، وهفتح من هنا كده. خلي بالك، والسكينه لازم تبقى حاميه عشان تعرفي تخلي بيها كويس اهو. ممكن تشيلي الجلد وممكن ما تشيليهوش، بس علشان ال ال الدبوس بيبقى كله عضلات ويعني ايه، بيبقى قطع كده كل حته لوحدها مش زي الصدر، فانا هسيب الجلده بس عشان تمسكهولي ما يفكش مني وما يتقطعش مني.
لكن انتي ساعة الاكل ممكن تشيليها، وممكن نشيلها برضو، ما فيش مشاكل. خلاص بشيل بقى اي عروق او اي حاجة زيادة، وبشيل اللي هنا كده ده كده، وهنجيب ورق فويل برضو، وهنمسك بقى بيه الدبابيس دي كده علشان شكلها واحنا بنقدمها برضو معانا. اهو تاني، دي اللي بره ودي اللي جوه، باجي عليها كده اهو كده اهو بالراحة خالص، مش بخلي للآخر، بشيل من ناحية واسيب ناحية اهو كده. لو في عظمة زيادة هنا بروح، او العضلة دي بروح شايلاها كده بالسكين. خلاص ونفصل من تحت. شايفين بقى دول السكينة فين؟ شايفين العضلات اللي تحت دي؟ هشيلها، انا مش عايزاها اهو كده بس كده. وادي خليناها زي اخواتها بالمنظر ده، بقت عاملة شبيهة شوية بشكل الريش، وهو ده الشكل اللي انا عايزاه. طيب هنعمل ايه؟ هنجيب بولة كده اهو، ونحط الاول فيها البهارات بتاعتي. تعالوا نشيل ده، مش عايزينه كده. دي حبة كوسة كده، انا قلت اعملهم يبقوا مشويين يتحطوا مع، تعالوا نحطهم كده مكان الخلطة بتاعت الزبدة والزعتر، نحط عليهم ملح وفلفل، نقدمهم مع الطبق كده. حاجة بسيطة، كوساية هتقطعيها وحبة زيت كده، ونحطهم في الصينية يتشووا، نقدمهم جنب الطبق بحاجة بسيطة، جرنش بسيط جدا أقدر أعمله أهو. شايفين؟ خد من التوم والزبدة والزيت، هندخلهم دلوقتي معانا. البهارات بتاعتي معايا إيه؟ معايا بهارات لحمة كده، وبهارات مشاوي ممكن أستعين بيها. تقدري تحطي أنت بقى يعني بودرة توم وبودرة بصل، كل الحاجات اللي انت حباها بتاعت المشاوي، مفيش مشكلة. انا اخترت تبقى جاهزة. وادي الزيت، وادي الصويا صوص، وادي العسل والملح والفلفل. احنا طبعا غسلنا الفراخ ونقعناها، و تعالوا اجيب بس معلقة كده، وسبتها تتصفى. خلاص مش عايزه انقعها برضو كتير، انا بس عملت لها محلول النقع اللي هو بتاع بس ان انا اغسل الفراخ، مش ان انا عايزاها عشان تستوي. خلاص عشان ما تتهريش معايا زي ما بقول لكم. مش هحط بقى مستردة زي ما بنحط مع الفراخ، مش هحط زعتر، ممكن احط روزماري. انا اكتفيت بالبهارات بتاعه المشاوي، وخلي بالي عشان بيبقى فيها ملح، كنت احطي شويه كمون وكزبره وفلفل اسمر، بابريكا هتديكي مع الصويا صوص والعسل، هيدي ريحة الشوي. خلاص ممكن تحطي باربيكيو صوص اهو. ادي الخلطة دي كده، دي الدهان اللي احنا هندهن بيه، عبارة عن انه مايونيز على مستردة على صويا صوص على كاتشب، وبنديهم سنة ملح وفلفل وسنة زيت زيتون، وده بدهن بيه الفراخ بتاعتي. خلاص الهاند بلندر بتاعنا اهو. انا عايزه اعمل ايه؟ هعمل يعني هعملهم زي خليط كده، البصل والطماطم، واخد الميه بتاعتهم. خلاص لان انا هشويها على الجريل، فمش عايزه اي فواصل فيها، اي يبقى اي حتت كده من البصل والطماطم مش عايزاها. ما جبناش الكوبايه بتاعت الهاند بلندر يا ربيع؟ مش احنا قلنا عايزين الكوباية بتاعة الهاند بلندر علشان نحاول نخلط فيها. هحط الطماطم مع البصل مع الثوم، هصغر بس كده القطع علشان تنفع تتفرم معانا. كده اهو، حطي كله مع بعضه، وبعدين هنصفيهم وناخد المية بس بتاعتهم. لو هتشوي على شواية فحم ممكن تحطيهم عادي، هينزل بقى كل الحاجات اللي عليه دي هتنزل. تمام كده. يا
الله، وهنضربهم وناخد المية بتاعتهم، وهحط الجريل كمان على النار علشان يسخن معايا. اسويه هنا كده اهو، نطفي ده. بس كده خلاص نسيبه، لازم يسخن قوي. انتوا عارفين دايما الجريل لازم يبقى سخن قوي علشان اشوي الحاجه كده. وبعدين ممكن تدخليه يكمل تسويه فين، يكمل تسويه في الفرن على صينيه او على جريل او على شبكه، وبعدين تسيبيهم تدخليها تحطيها عليها وتخشي يكمل تسويه في الاخر في انا مش عايزه ميه، انا ممكن احط التتبيله هنا معاهم ونصفيها كلها. بس اهي خلاص بس، حلو قوي كده. اوكي انا هصفي الحاجات دي عشان ما ازعجكوش، بس معايا هنصفيها وهنطلع لفاصل صغير وترجعوا لي ونشوف ونكمل ونتبل مع بعض الفراخ بتاعتنا النهارده او الريش الكدابه. فاصل وانتظروا. قولي وانا لسه اهو بنزل الميه، بصفي الميه. ممكن بقى الحاجات دي انا مش هرميها، اخدها اتبل بيها اي حاجه تانية او اتبل بيها اي فراخ، او اتبل اي حاجات تانية عندي. ممكن اعمل بيها كفتة مثلا صينية، مفيش مشكلة خالص. اهو خلاص باخد كل المية اللي فيها، ما عندناش حاجة بتترمي خالص، اوعوا ترموا اي حاجة، كفاية قوي كده اهو حسب الكمية اللي عندك يعني. خلاص نجيب ايه المضرب، حطينا الملح، حطينا البهارات، الصويا صوص، العسل الاسود، حطينا فاضل لنا ايه، ليمون، عايزين ليمون او خل، ليمون او خل مفيش مشكله اهو. بس كده. عموما الصويا صوص برضو من الخواص بتاعتها ان هي فيها ملوحه وفيها خل برضو نتيجه لتخمير الصويا يعني، فهتعمل لي نفس التاثير اللي هو بتاع ان هي تسوي لي الفراخ بتاعتي او اللحوم بتاعتي. عموما شايفين الخلطه، انا مش عايزه فيها اي تكتلات كده، او اللي هي التفل البصل والحاجات دي. تعالوا بقى ننزل الفراخ، نجيب شوكه عشان ما نحاولش نمسك اي حاجه كده اهو، هنزل بقى بيهم كده. لما تحبي تنشفي الفراخ قوي من الميه بتاعتها، لو انا عايزه اتبلها يعني، او مثلا هعملها بيض وبقسماط، او هقليها او هشويها، بترشي عليها بعد ما بخلصها شويه ملح وفلفل او ملح بس، واحطها في مصفى، هتنزل كل الميه اللي فيها. خلاص اهو شايفين كده، هتاخد بقى لون اللحمه. خلاص انا مش فارق معايا ان الفراخ بتاعتي لونها يغمق، لا انا عايزه اللون بتاعها يبقى غامق كده اهو. الفراخ طبعا احنا عارفين ان هي ما بتاخدش سوا خالص زي اللحمه، فدي فرصه ان هي هتستوي على طول، مش محتاجه بس على بال ما اجهز الجريل بتاعي وعلى بال ما اجهز الحاجه بتاعتي تكون خلاص الفراخ اتبلت شويه وهشتغل بيها وانا بدهنها كمان، فكل ده بيسوي في الفراخ بتاعتي. خلاص كده اهو، حاجة بسيطة وسهلة. الفراخ أنا بجيب مثلا الفراخ وهتجهزي مثلا دبابيس لوحدها، صدور لوحدها، أعمل بدي أكلة وبدي أكلة، تبقى حاجة مختلفة. وهي دي الفكرة من إن إحنا عايزين الأكلات بتاعتنا تبقى مختلفة، بس مش حاجات مكلفة، هي نفس الحاجات اللي أنا بستخدمها بس مش مكلفة خالص. الجريل بتاعي سخن، سخن كويس قوي. خلاص إحنا سيبيها نص ساعة يعني، مش أكتر من كده اهو. برضو لما تيجي تعملي حاجة زي كده ممكن بقى ارجع احطها تاني في مصفى عشان تصفي، لان انا لو خدتها بالمية هتعمل مية خالص وتبرد لي الجريل بتاعي، فانا مش عايزة ابرده، بسيبه لما يصفي خالص كده وبعدين اجي احطه كده.
اختاري برضو الدبابيس ما تبقاش كبيرة قوي، لازم اسمع الطشة دي. ممكن تستني شوية علشان الجريل بتاعي ما يهداش يعني يبرد، وارجع احط تاني اهو كده. اصفي، على بال ما انا اصفي هتكون هي بتسخن تاني ونرجع نحط كده. ما تحطيش مرة واحدة، كتير قوي بيشتكوا من ان الجريل ما بيعرفوش يشوا على الجريل على البوتاجاز، لان هم بيحطوا كمية كتير جدا فتبتدي تنزل مية كأنها طاسة عادية. لا، الفكرة ان انا لازم استنى، شايفين، استنى كده شوية واجي احط كده، ما حاولش املاها. خلاص، عايز احط بس واحدة كمان كده. بس كفاية كده. مقلبهاش دلوقتي، استنى شوية لما تمسك كده معايا وتاخد لون من تحت، وبعدين نبتدي ان احنا نشغل. تعالوا معايا هعمل هنا ايه، حاجة تتقدم جنبها زي ما بنعمل الفراخ المشوية او الريش المشوية او اي حاجة مشويات، نعمل لها صوص. خلاص، فده صوص لحمة كده، وننزل عليه بمية ساقعة، وبعدين ممكن تحطوا مية سخنة عشان هو عامل زي النشا بيكلكع. خلاص، ادي كده نشغل النار. اهو كده ادوبه كده، مش محتاج اي، هو كله بهارات، الصوص اللحمة كله بهارات، فمش محتاج اي حاجة، بس شوية مية. ممكن تعملوه تحطوا كريمة عليه او لبن يبقى كريمي شوية، بس انا عايزاه بسيط خالص. ممكن كمان بعد ما اخلص اللي في الطاسة ده واخلص الفراخ بتاعتي مكانها اعمل الصوص ده. خلاص، يعني دي برضو طريقة من طرق ان انا اطلع ازاي صوص من مكان الجريل بتاعي او التحمير بتاعي. اهو، مفيش مثلا وعايز اعمل، ممكن تجيبي البودره دي وتعمليها، سهله جدا. تعالوا نحط ده في الفرن ونبص كمان على البطاطس اللي في الفرن. لا تمام، قربت اهي. تعالوا نحط ده هنا ونخلي بالنا، شايفين، محتاجه الف بس الصينيه. كده ونسيبها تكمل، عايزين نخلي بالنا من الصينيه الصغننه دي. وده اللي قلت هدهن بيه الفراخ، بس لما اقلبها. خلاص، انا شايفه كده بطلت تنزل اي سوائل، هبتدي ان انا اعمل ايه، اقلبها كده اهو، شايفين اهو. ممكن نجيب بقى ورق فويل ونقطعه ونمسك بيه زي الريش كده، نغلف بيه العظمه دي عشان نداري او محدش يعرف بقى دي ايه بالظبط. شايفين ما تهرتش، بتطلع معايا بسهوله لان انا ما حطيتش اي حاجه مطريه، انا عايزاها تبقى نفس فكره اللحمه بالظبط. هعمل ايه، لما تبقي على شوايه او في جريل وفي مثلا يعني مش كله خد لون واحد، خلاص، بعمل ايه، باجي على اللي خد لون اكتر واروح مدياله دهنه اطريه تاني من اللي انا عاملاه ده، شايفين كده. خلاص، مش هدهن التاني، لا هدهنه برضه، بس ده ياخد اكتر يعني. شايفين كده، وهنحتاج ندهن برضو على الناحية التانية. وادي صينية انا مجهزاها اهي معايا، ممكن احطهم وادخلها الفرن تكمل تسوية لو انا حاسة ان هي مثلا لسه محتاجة شوية تسوية، او محتاجة مني ان انا مثلا اسخنها، ممكن اطلعها في الحالة دي، وساعة الاكل اروح بقى مدخلاها تاني على خلاص على اخر حاجة، بحيث انها تطلع سخنة معي. خلاص، اي خدمة. بنكذب اهو، بنكذب. اوكي، الصوص اللي احنا دهناها بيها ولا الصوص اللي على النار؟
اوكي الصوص اللي انا دهنت بيه ده احنا دايما متعودين مع بعض، واللي مش عارف هنقوله تاني ان احنا بنحط ده اسمه دهان او بيستنج، بدهن بيه عشان اطري الفراخ والحاجه بتاعتي اي حاجه مشويه. عباره عن انه ايه، ممكن باربيكيو صوص، ما عندكيش باربيكيو صوص هاتي كاتشب مستردة وصويا صوص وحبه زيت زيتون بس، وبدهن بفضل ادهن بيهم. وممكن اخد من الخلطه بتاعه الفراخ اللي انا متبلاها، بس في الحاله دي خلاص بمجرد ما تدخل في الصوى ما بستخدمهاش، لكن ده ما فيهوش اي حاجه نيه او ما كانش فيه فراخ فانا مش هحط مش هرميه يعني. الصوص التاني الديمي جلاس معانا، النار مش شغاله ليه، ده عباره عن انه باودر جاهز احنا بنجيبه ندوبه في شويه ميه كده، اكياس جاهزه ديمي جلاس كده باودر خلاص، وبنبتدي ان احنا نستخدمها، بتبقى حلوه قوي لو ما عنديش. لكن انا ممكن يطلع من عندي هنا احط فيه حته زبده، معلقه دقيق، واسخنهم على النار هيطلع لي صوص برضو. اوكي ثواني بس كده، حاضر. انا عايزه لو حد يجيب لي ورق فويل علشان اعمل بيه الرجلين بتاعت الفراخ. يلا كده على بال ما يسخن بس معانا نزود النار. تعالوا نجيب الطبق اللي احنا هنقدم فيها. تعالوا نبص الاول كده نشوف ايه الناحية التانية ايه اللي حصل. لا تمام، نسيبها ما توطيش النار، هي على نار عالية، لو وطيت النار لا مش حابة اوطي النار خالص. اهو شايفين اهو، يعني ممكن نهدي شوية لان النار عالية قوي كده وهي قربت تدخل فيه. بس كده تعالوا نجيب الطباق بقى اللي هنقدم فيها. نقدم طبق كده كوجبة لفرد، نشوف هنقدمه ازاي، ونقدم البطاطس والفراخ بتاعتنا. خلاص اهو ابتدى يجمد معايا، هو بيبقى عامل زي النشا بالظبط. خلاص لازم احطه على البارد وبعدين اجي احط شويه ميه سخنه عليه او لبن لو انت عايزاه كريمي، يبتدي يسخن معايا يتقل، لازم ايدي تبقى فيه عشان ما يلزقش وما تكتريش. تقل معاكي ولقيتيه تقيل بزود شويه ميه بشويه ميه لحد ما اوصل للتقل اللي انا عايزاه كده. تعالوا نقلبها وندهن الناحية التانية عشان احنا دهننا ناحية واحدة بس. جامدة. اوكي فعلا كده، هنقعد نلعب مع بعض دلوقتي ونعمل الايه الرجلين دي. تعالوا كده ايه، احنا دهننا اللي فوق ما دهناش من تحت عشان تبقى كلها تيست واحد وطعم واحد. مشوي ده ولا مش مشوي؟ ريش ولا مش ريش؟ ريش اهو. هدهن برضو الناحية دي كمان. ايوه يا فندم. اوكي يا فندم. احنا بقى عملنا البطاطس جنب الفراخ، مش لازم زي ما قلت لكم مكرونه ورز، حاجات مختلفه خالص، المهم ان في نشويات وبروتين والخضار. البروتين بتاعي اهو، النشويات هاخدها من البطاطس، والخضار هعمل سلطه، هعمل طبق مثلا زي الكوسه دي مشويه، انا عامله البطاطس تعتبر زي جراتان برضو مشويه، فيعني لازم كده ايه ننوع ونشكل. شايفين بتتقل ازاي اهي، شايفين اهي كده، حسيت انها تقلت قوي ازود شويه ميه. خلاص هاخدها بعيد عن النار كده اهو، تقل خالص شايفين. لا كده تقيل قوي، هعمل ايه، هاخد شويه ميه كده واخففه لحد ما اوصل للتقل اللي انا عايزه. احنا قدامنا قد ايه يا فندم؟ اوكي يا فندم شايفين اهو، بخفف لحد ما اوصل للتقل اللي انا عايزاه بالظبط. عندك شوية صوص نزلوا من هنا مفيش مشكلة، حطيهم عليه عادي مش هيجرى أي حاجة، زيادة تيست وطعم يعني. أهو برضو شايفة كده تقيل شوية، هو
هو بيتقل، خدوا معلقة واحدة يا جماعة، أنا حطيت كتير. خلاص أهو، خلاص كده حلو قوي. أنا شايفة الفراخ كده خلاص تاخد اللون الأخير. خلاص بقى حسيت إنها استوت، مش هديها أي دهان بقى، عايزه بس اخد بقى اللون الاخير بتاع الشوي كده اهو اهو. هي كده استوت، على الرغم ان احنا شفتوا يعني انا حتى حاطه في البوتاجاز تكمل هي تسويه على السخونيه دي، وممكن احطها هنا وتكمل في الفرن. تعالوا بقى نجيب الصينيه كده اللي في الفرن. خلاص يلا كوسه كمان، خلاص يا دوب بس بتاخد لون مش اكتر، والبطاطس كفايه قوي كده عليها، حلوه قوي قوي قوي. نحط حاجتنا هنا ونبتدي نجمع الاطباق بتاعتنا. شايفين هو ده الشكل اللي انا عايزاه، ريحتها حلوه قوي، الثوم مع الجبنه مع الزعتر، مش عايزه اقول لكم عامل ريحه خطيره ازاي. وشويه الكوسه اللي احنا قلنا هنظبطهم، تعالوا كده نقطع ايه، نقطع ده معانا مقص نستخدمه، يعني نجيب السكينه ليه يا جماعه اهو كده، نمسك بيهم العظمه كده من تحت، بحيث دي حاجه بقى عايزه تتاكل بالايد، مش عايزه ان هي بالشوكه وسكينه بقى وكده، لا المشويات بالايد كده، منظر وشكل في التقديم. واحنا عارفين العين طبعا بتاكل قبل البق، فلازم نظبط لهم كده ونظبط. مش لازم ضيوف يا جماعه، ممكن للولاد عادي، ليه كل حاجه للضيوف؟ احنا ممكن نعمل للولاد برضو عادي. بصوا حابه برضو زياده تاكيد معاكم، هناخدها هنا كده. ليه بقى مش هحطها انا على طول؟ ده عشان صغنن بس اهو. ليه انا مش هحطها على الطاسه او الصينيه؟ هي كانت عايزه بس العين تبقى اقل شويه. لا ما عشان زياده تاكيد للتسويه، وفي نفس الوقت تبقى سخنه واضمن انها استوت تمام. خلاص ليه انا ما حطيتهاش على طول على الجريل كده او الصينيه وبحطها على الشبكه؟ علشان على بال ده بارد، على بال ما هيدخل الفرن مع الهواء السخن هيبتدي الفراخ تنزل لي ميه، لكن كده الفراخ مش طايله اي سطح بارد خالص، فهتدخل هتاخد من فوق وتحت ومش هتنزل ميه خالص، وعشان ما تنشفش. خلاص بصوا كل حاجه ليها التركه بتاعتها، مش اكتر من كده. تعالوا ندخلها كده على بال ما نجهز نطلع البطاطس بتاعتنا كده. نفس الحكايه دي بنعملها في الشيش طاووق، لما نيجي نعمله بنديله صدمه كده على النار زي ما انا عملت، وبعدين ابتدي ان انا اخده على الشبكه زي ما احنا عملنا واحطه عليه، ما احطوش على السطح على طول، لازم على شبكه. تعالوا بقى نظبط الطبق بتاعنا اللي هنطلع عليه، نحط هنا ايه ونحط هنا ايه. يلا اشتركوا معايا قولوا لي. تعالوا نحط هنا البطاطس ونحط هنا الفراخ بتاعتنا، معلقه معلقه مشويات طبعا، يعني بقدونس كده اهو، حبه بقدونس حلوين. ليه البقدونس دايما مع المشويات يا جماعه؟ عشان بيساعد على الهضم المشويات والكربون، فبياخد الكربون ويخرج كده كانه ما دخلش يعني، فما تقلقوش كله مشويات بس لازم تاكلوا معاها بقدونس. بيمتص الكربون اللي بيطلع نتيجه الشوي والفحم يعني. اوكي يا فندم خلاص كده، احنا بنجرنش الطبق على بال ما الفراخ بتاعتنا تطلع. وتعالوا بقى عايزين نطلع البطاطس برضو بتاعتنا، نعمل لها كده برضو أرضية كده ايه لذيذة وحلوة كده.
الفراخ، الفراخ انا قلت ان ممكن ناكل رز بسمتي خفيف خالص، مكرونه، مكرونه وايت صوص، براحتك خالص. بس انا بقول حاجه جديده وفكره جديده من ان انا اكل البطاطس محمره والاكل التقليدي، فدي طريقه للبطاطس، الفكره بتاعتها انها جديده مش اكتر. نحاول نغير زي ما قلنا في اطباقنا عشان ما نزهقش. خلاص بس كده، الصينية بردت بالراحة بقى خالص، تهدى كده وبعدين ابتدي ان انا اطلع البطاطس كده. لما تهدى شوية هتبتدي تطلع من القالب بتاعي، هي بتطلع مفيش مشكلة، بس اهو تمسك، ترجع تمسك تاني في بعضها. خلاص الجبنة لسه سخنة والزبدة سخنة، فالدنيا تبقى سايحة كده. استنى تهدى شوية وبعدين اروح مطلعة، بس طبعا احنا عشان وقتكم ووقتنا فهنطلعها مع بعض. ممكن تزودي جبنة، يعني ممكن اي نوع جبن تانية انتوا حابينها. اهو ايه دي البطاطس، احنا هنعمل بيها الفراخ دلوقتي يا فندم. ماشي ماشي يا فندم ماشي. ريحتها بقى، ريحة الجبنة مع التوم يا جماعة، شامين؟ واصلين؟ واصلة لكم أي حاجة؟ طيب أهو كده، أدي البطاطس بتاعتنا. تعالوا بقى نعمل طبق نقدم فيه. شوفي بقى كل واحد، كل فرد ياخد له ايه، 2 مثلا، قطعتين من البطاطس، ولا نحط 3؟ تعالوا نحط 3 كده عشان الطبق. هنشيل دي بقى خلاص. نعم، انا قلت ان احنا هنحطها ليه على طول هنا، عشان انا عايزاها تبقى شايفين الطبقات دي عامله ازاي كده، اللون المحمر ده. لو حطيتها في ورق الكب كيك هتبقى طريه، هتبقى طريه خالص. تعالوا كده ادي. حاضر، هنجيب الفراخ ونحطها. بصوا يعني بقى اقل حاجه دول شويه كوسه لون اخضر مع البطاطس مع شويه من الصوص لما نجيب ال، حلوه قوي كده. تعالوا بقى نجيب الفراخ بسرعه بسرعه ونعملها عشان نقدم اطباقنا ونخلص مع بعض. يلا بصوا، هي دي الفكره اللي بقول لكم عليها، الفراخ ما نزلتش حاجه، لو حطيتها على السطح البارد على طول كانت ايه اللي هيحصل؟ هترجع تنزل ميه وتبقى حاجه بقى كده مش ولا بد. اهو باخد الفراخ كده اهو، نعملها ازاي كده اهو، سخنه جدا سخنه جدا اهو. كده شكلها حلو قوي. عملناها ازاي؟ خليناها فتحناها من ناحيه وسيبنا العظمه ماسكه فيها، وتبلناها تتبيله زي تتبيله اللحمه بالظبط، كانكم بتتعاملوا مع لحمه مش مع فراخ. خلاص صويا صوص، زيت زيتون، عسل اسود. تعالوا كده ايه، نحط بقى هنا برضو القطعتين دول في الطبق كده. ودي وجبة حلوة قوي، مش لازم يبقى معاها مش لازم يبقى معاها رز زي ما قلنا أو مكرونة، الفكرة بس في تغيير مش أكتر كده أهو. وناخد الصوص بتاعنا كده على الفراخ، أوكي يا فن، على البطاطس، أوكي يا فن. قدامنا دقيقة ونخلص، مفيش مشكلة أهو. أنا خلصت الريش الكدابة بتاعتي بدبابيس الفراخ، يا رب تعجبكم. عملنا معاها شوية صوص حلوين مختلفين،
عملنا البطاطس برضو بتاعتنا بطريقة مختلفة، ومبسوطة انها عجبت الأستاذة رشا جدا. ويا رب تجربها وتقول لي رأيها، بطريقة سهلة جدا وبسيطة. جربوها ولازم تتابعوا الحلقة علشان في تريكات وحركات كده بنعملها خلاف المقادير والوصفات والحاجات دي، فلازم تتعمل وتشوفوها بالظبط عشان تطلع معاكم زي ما احنا ما بنقول. كنت مبسوطة جدا معاكم النهاردة. انا دينا موسى في مطبخ لايف، اشوفكم في يوم جديد. الى اللقاء.